السلام عليكم، كيف سوما؟ مزيانين على خير؟ كنتمنى تكونوا في ألف خير. اليوم جبتكم واحد الوصفة اللي هي مزيونة بزاف، وصفة غزالة 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 سنينات. جبتكم جد الوصفات. الوصفة الأولى هو تونيك، عندكم واحد ماشي المشروب ولا بحق الغسول، غسول الفم مزيون بزاف، كيزول الرائحة الكريهة من الطقوم. اللي عنده شي درس يعني كتعمل له الريحة ولا شي حاجة يعني مزيون بزاف، كنتمنى تستعملوه وتردوا عليا. كنحتاجو عود النوار، يعني القرنفل، ها هو، وكنحتاجو الملح، وكنحتاجو زيت الزيتون والحبوب اتاي. كيف ما كتشوفوا معايا، الحبوب اتاي وزيت الزيتون وعود النوار وشوية الملح. احنا يزيدنا زيت الزيتون على الملح كيف ما كتشوفوا معايا، هنزيدو اتاي وغنزيدو عود النوار. هنزيدو عود النوار ديالنا، كل ما زدنا عود النوار كل ما مزيان. عود النوار كيخلي الريحه مزيونه بزاف في الطقم. هذا التونيك مزيون بزاف، كنتمنى تجربوه وجربوه وردوا عليا، مزيون بزاف. غنخلطوه شويه باش تذوبنا ديك الملح مع زيت الزيتون. هي اصلا ما نعملوه يغلي، يعني غيذوب غيذوب بالحق دابا قبل ما نعملو له الماء. حنا زدنا له نص كاس د الماء، نص كاس د العنبه د الماء، ونخلطوه شويه. ونعملوه على نار هادئه، على بوطة نار هادئة، يعني ما نزيدولوش الماء، هي هاد نص الكاس، وغنعملوه يغلي. فيه فوائد مزيانة، كيزول الريحة، الصراحة جربته وما نقدرش نستغنى عليه، مزيون بزاف. كنتمنى تجربوه، واللي جربوه يخلي لي كومونتير. شكرا بزاف على المتابعه ديالكم، وباقي لي الوصفه الثانيه غنعملها معكم. خليكم معايا.
هي اسمحي تعطلت عليكم. الوصفة الثانية هي النص الليمونة وشوية الخرقوم، خرقوم ده التجميل، كاين الخرقوم التجميل والخرقوم ده الماكلة، هما بحال بحال. شنو التجميل شوية منقي يعني ما مخلط معاه حتى حاجة، وكيتباع مع شعبات شي حاجة مزيونة بزاف نسنان، يعني شرو 10 دراهم 5 دراهم اللي بغيتو، مزيون بزاف بزاف. المهم كنعصروا النص ديال الليمونه مزيان، كنزولوا العطيمات وهذا، وكنعملوا الخرقوم وكنخلطوه مزيان وكنخليوه حتى كيبدا يتنفخ شويه هو بالليمون شويه بحال كيتنفخ، عاد كنطبقوه على سناننا. كنتمنى تجربوه. هي الوصفه ديالنا من بعد ما غلات عن بيتا عن بيتا شنو اسمها في هذا الطاوة تلغى الطاوة نصفيها. بالنسبة للخرقوم عملوا له الشيتة ديالو بوحدو، يعني الوصفات عملوا الشيتة ديالها بوحدها. بالصحة والراحة، وكنتمنى الدعم منكم، وبسلام عليكم، تصبحوا على خير.